معانا الفنان ابراهيم سمير، برحب بيك معايا النهارده في فوشيا. في البدايه مبروك طبعا كريتو تاكسي. الله يبارك فيكي واهلا بفوشيا ومنورين الدنيا. في البدايه كلمني طبعا عن برنامج كريزي تاكسي وتحضيره. اصلا انت بتحضر المقلب ازاي؟ بتختار شوارع معينه ولا بحضر المقلب كده؟ لا والله احنا بنقعد نشتغل على الافكار الحلقات، وبعد كده بنشتغل على الكاركترات. كل كاركتر يعني يتقدم ازاي فيزيكالي يعني، وكل حلقه من الحلقات احنا بنحط فيها مسج، يعني بنقول فيها حاجه، مش شرط يعني مش مقلب بس الحكايه، لا احنا بنعمل بدايه ووسط ونهايه، وبنعمل الموضوع بشكل احترافي الحمد لله رب العالمين، علشان احنا بنحترم عقليه الجمهور، فاحنا بنقدم حاجه فيها مسج كده الناس تاخد بالها. يعني في ناس على السوشيال ميديا يعني بدات تقول بقى لا ده الحلقات مفبركه، لا ده بيجيب ضيوف معينه، لا دي مش حاجات حقيقيه، يعني ردك ايه على كلام؟ انا اللي عايز اقوله للناس ان احنا ندور على الضحك، وندور على فكره الحلقه، وندور على الكاركتر، ولا ندور فيك ولا مش فيك. مش ببرر انه فيك ولا مش فيك، ولكن انا اهو مناخير المكسوره دي، التعب ده، الحاجات اللي حصلت لي، حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم. احنا هنفضل طول لحد ما نموت بنعمل برامج مقالب، او الناس اللي بتعمل برامج مقالب عموما هتتسال نفس السؤال وهتتهم نفس الاتهام. لا بس عشان طيب برامج كبير يعني زي رامز مثلا، في فنانين كبار قالوا لا ده احنا فعلا بنبقى عارفين ان في مقلب، وان احنا جايين عارفين ان احنا رايحين لرامز يعني، بس مش عارفين المقلب ايه. اتفرجتي على كريزي تاكسي؟ ضحكتي؟ بس هو ده اللي انا عايزه. بس مش هقول لك اكتر من كده. طب انت ليه ما بتستمرش يعني في التمثيل؟ في ناس كتير برضه يعني استاذ ابراهيم نصر الله يرحمه كان بيعمل زكيه زكريا وعمل منها افلام. لا لا انا عندي، ايوه انا عارفه انت شاركت في اعمال. ليه ما مسلسل بطولتي نازل انا ودينا الشربيني واحمد خالد صالح واستاذ رياض الخولي، اخراج الاستاذ حسين المرباوي، وعندي فيلم سينما بجهز له ان شاء الله، يعني خلاص سهانت قربنا نخلص. فيلم كوميدي ولا ان شاء الله يا رب يعجب الناس؟ ولا الحمد لله، بس انا بحاول يعني اختار، يعني مش مستعجل في ان انا اعمل حاجات كتير فالناس تزعل مني، لا انا عايز اعمل حاجه تبسط الناس. قول لي تابعت ايه في رمضان؟ تابعت حاجات كتير قوي. تابعت جزيره غمام، تابعت الاختيار طبعا كلنا تابعناه، تابعت رانيا وسكينة. عشان ردك ايه على ان الناس بتقول ان الجزء الثالث من الاختيار مش نفس قوه الجزئين اللي فات؟ في الاول وفي الاخر احنا بنقدم محتوى للجمهور هو اللي يقيم، يعني انا دلوقتي انا شهادتي مجروحه لان انا متخصص، الناس تقول هي الناس ما دام قالت يبقى احنا لازم نسمع لراي الناس، ما دام قالوا نفهم، طب ليه قلتوا كده؟ ولازم اللي قال ده نعرف، لو هنعمل اختيار جزء رابع يبقى انا اتفادى اللي خلى الناس تقول كده. بس كلمني بقى، عايزين نتكلم عن ازمتك الاخيره اللي انت تعرضت ليها، وفي ناس يعني قالوا صحف ان انت تم القبض عليك، عايزين نفهم اكتر. مش قبض ولا حاجه، لا انا القصه كلها ان احنا مهندس الصوت بيبقى في شنطه التاكسي، فحد من المواطنين النبلاء شافه فبلغ يعني ان يا جماعه الحقوا ده في واحد مخطوف، فالشرطه بدورها جت طبعا بسرعه جدا فشافت الموقف وادركوا ان انا بعمل برنامج، وسوء تفاهم وعدى الحمد لله مفيش حاجه. بس عند الناس كبرتها شويه. هو اصل بصي اي حد يشوف المشهد من بره ما يعرفش ان ده برنامج بيتصور، لازم، وده تصرف نبيل جدا على فكره، لانه لو كان حقيقي كانت هتبقى مشكله كبيره، فده شيء طبيعي والناس بتشوف شغلها يعني ما يزعلش. طب الجديد عندك فتره جايه غير الفيلم؟ ان شاء الله عندي باذن الله، باذن الله حاجه فيديو، يعني عندي مسلسل ان شاء الله. مين طيب؟ خليها مفاجاه بقى ان شاء الله. ادينا تكه صغيره كده. والله ان شاء الله يعني اصل انا لسه ما مضيتش رسمي، يعني لما امضي هقول لك مع مين، بس عندي مسلسل بلاتفورم قريب ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق. ميرسي جدا وشكرا لفوشيا ونورتيني. ميرسي.